مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء أكثر على التصريح الصحفي الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن اغتيال الباحث والناشط اللبناني المعارض لحزب الله لقمان سليم، ينضم إلينا الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق عبر الهاتف. أهلا بكم دكتور عبد الحميد. بداية، أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق تصريحا صحفيا بشأن عملية اغتيال الباحث والمعارض لحزب الله لقمان سليم، كيف تقرأ عمليات الاغتيال التي تتبناها إيران وأذرعها في العراق ولبنان واليمن وغيرها ضد المعارضين؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. هذه جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم الكثيرة والعديدة ضد الأبرياء وضد الناشطين وضد أصحاب القول الحق. هذه الجرائم هي تصدر من أو تدلل على أن هنالك مشروعا إجراميا واحدا في المنطقة جميعا، وهذا ما تحدثنا عنه أكثر من مرة. ولذا هذه الجريمة نرى أنها تتشابه مع بقية الجرائم التي تحدث في البلاد الأخرى، وهو تكميم الأصوات الرافضة لهذه المشاريع والفاضحة لهذه الجرائم. فلا يقبلون هؤلاء المجرمون، لا يقبلون أي صوت يدافع عن حقوق الأبرياء أو يفضح جرائمهم كما حدثت في هذه وفي عشرات الجرائم غيرها في العراق وفي غيره كما أشرت. ما الرسالة التي تريد إيران وحزب الله وأخواتها إرسالها من خلال عملية اغتيال لقمان سليم والاغتيالات أيضا التي تحدث في العراق للمعارضين؟ هو إرهاب الناس جميعا، ومنه تكميم أصوات أهل الحق، ورسالة إليهم إلى أن هذا هو طريق من يسير في طريق المعارضة لهذا المشروع أو يقف ضدهم أو يطالب بحقوقه أو حقوق الشعب أو يتكلم بفضائح هذه المشاريع الإجرامية. نعم. وميليشياتها وأذرعها في المنطقة جميعا. طبعا الميليشيات التي تقوم بهذه العمليات لا تفرق بين من هو مخالف لهم في الأيديولوجية وبين أبناء نفس الأيديولوجية طالما خالفهم أو عارضهم، كيف تفسر هذه الحالة دكتور؟ الناحية المذهبية والأيديولوجية هي مجرد عباءة يتسترون بها لخداع بعض الناس البسطاء، وإلا في حقيقة أمرهم هي لديهم مصالح عليا، وما هذه الأيديولوجية أو المذهبية أو أي عباءة أخرى إلا أكذوبة أو قناع يتسترون به، وإلا مثل ما ذكرتم هم أول من يستهدفون ربما هؤلاء الذين ربما يكونون أو يدعون ويعلنون أنهم هم جاءوا لنصرتهم أو نصرة مذهبهم أو الدفاع عن مظلوميتهم. نعم. وغير ذلك من الأكاذيب الإعلامية التي يتبجحون بها هنا وهناك لخداع بعض السذج، ولكن حقيقة هذه الجرائم وهذه الأعمال هي تفضح هذه المواقف حقيقتها. دكتور، بعض الصحف الموالية لحزب الله في لبنان روجت أن الكيان الصهيوني هو الذي يقف خلف عملية اغتيال لقمان سليم. ما مصلحة الكيان الصهيوني أن يغتال طرفا معارضا لحزب الله؟ ولذلك دائما في الجرائم من نقول من المستفيد من رأي هذه الجريمة. نعم. والتحديد الوقائع على الأرض هي كلها تشير إلى أنه طريقة الجريمة ومكان الجريمة وتاريخ الجريمة كلها تدلل بشكل واضح وصريح إلى أن أصابع الاتهام هي لهذا الحزب وللمشروع الإيراني في المنطقة عموما. فهو تمت الجريمة هذه في مناطق سيطرة هذا الحزب، وبعد أيام من يعني انتقاده الصريح والجريء جدا، وهو مشهور له رحمه الله تعالى بجرأته في نقد هذا الباطل وهذه المشاريع الإجرامية. في سؤالي الأخير لكم دكتور، حالة تكميم الأفواه التي تعدت الاختطاف والاعتقال إلى القتل كما نراها اليوم، ما الواجب على أصحاب الرأي فعله في مجابهة هذه الهجمة الإرهابية ضدهم برأيك؟ يعني إذا تم الاستسلام لهذا الخوف فسيتضاعف الإجرام وتتضاعف الانتهاكات وتتوسع، ولكن لا بد أن يقف الجميع إلى واحدة ويثبتوا على موقفهم، بل لا بد من رفع الصوت عاليا لفضح مثل هذه الجرائم وهذه الانتهاكات وتعرية كل من يساندهم أو يتستر عليهم أو يكون في صفهم بأي شكل من الأشكال، حتى يستعيد الناس
حقوقهم كاملة، فالحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى من مثل هؤلاء المجرمين. الدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لك.